الاثنى عشرية اللي هي الموسوية اللي هي الاثنى جعفرية قلنا موسوية واثنى عشرية نفس الاسم اللي اليوم بتقولوا لهم الشيعة ما هم هذولك كلهم اللي ذكرناهم شيعة والفرق الباطنية كلها شيعة واستخدمت اشي اسمه التقية يعني بمعنى اخر جعلوا النفاق فلسفة ايش هي التقية بالك جعلوا النفاق فلسفة اذا النفاق ما عادش اشخاص هون وهناك لا وجدت مدارس اسست يعني الاسماعيلية عندهم امام زي الاثنى عشرية ومدرسة باطنية وفي باطن وظاهر للنص عند ونفس الشيء عند الدروز ونفس الشيء عند العلويين تمام نيجي للاثنى عشرية هذول اللي ظلوا المسلمين مالهم ظلوا المسلمين يعني طب انتوا يا مسلمين بتكفروا الاحمدية ليش ما هم بيؤمنوا بالبخاري مسلم اكتر من الشيعة الاثنى عشرية وبيؤمنوا بالقرآن ليش طبعا في تفاصيل من اهمها انهم بيؤمنوا بنبي ميرزا غلام احمد توفى 1908 ميرزا غلام احمد هذا نبي وجاء قصدي رسول وجاء ليفسر يفسر القرآن والسنة مش انه ينسخها يفسرها طيب ما اليوم جماعة السيسي بفسروها برضو بفسروها وجماعة السيسي اشطر من القاديانية في التفسير وكيف يروحوا في الناس في لحن القول في الميل هذا بحيث يطلعوا في الناس تمام موجودين اليوم من اللي بسموا حالهم سنة كمان وبالتالي ظاهرة النفاق فعلا خطيرة جدا فالشيعة الاثنى عشرية والتقية هذه التقية مش بس عند الشيعة الاثنى عشرية كل المدارس الباطنية ولكن طيب الاثنى عشرية هذول اللي بسميهم شيعة باطنيين برضو بس تدقق مظبوط طلعوا باطنيين يا جماعة ليش لانه هذه التقية عندهم لاحظوا ايش بينسبوا لجعفر وجعفر بريء منهم ما هو زي ما قلنا لو علي بن ابي طالب حي لقاتلهم لو جعفر الصادق حي لقاتلهم تمام كل هذا نسبوه للأئمة اللي بيقولوا عنهم أئمة هذا كله كذب كذبوا على الأئمة انه قال جعفر في يوم من الأيام لاحظوا رجل يقرأ عنده هذا موجود في كتب تفسير موجود عندنا كتب تفسير مكتوبة من مئات السنين عندهم مئات السنين زي كتاب الصافي كتاب المعين تفسير شيعي قال كنتم خير واحد بقرأ أمام الإمام الصادق جعفر الصادق طبعا جعفر الصادق من أئمة المسلمين المحترمين كله كذب عليه بقرأ أمامه كنتم خير أمة أخرجت للناس فبستنكر جعفر الصادق بكله خير أمة خير أمة قال له لإيش جعلت في ذاك قال خير أئمة يعني ما عدتش الأمة الصحابة هي خير أمة وين أثريتها الآية بتحكي عن مين عن الأئمة هدول طيب بكونوا إيش هدول طب ما هم القاديانية يعني ما حرفوش لهالدرجة هاي ونسبوا لجعفر الصادق قال التقية ديني ودين آبائي ومن لا تقية له ما هو شو التقية اللي هو النفاق يعني هم طبعا بيقعدوا يقولوا هذا يفتري علينا التقية مش هي النفاق لا يا اخوي وجدتها هي النفاق في تفصيلاتها عندهم وجدتها هي النفاق تمام ديني ودين آبائي دي النفاق دينه ودين آبائه قال جعفر بيقولها وفي نفس الوقت من لا تقية له لا دين له وممكن إذا بتتقيش تخرج من الإيمان